الصورة الأخرى صفاء هادي كذلك. صفاء أنا صراحة مو متابع، تعرف الدوري الروسي يعني بعيد علينا، لكن أكو بعض المعلومات عن الأخ صفاء. نفس الشيء أنا قلت، بدت اللاعبين يبدون يأخذون الثقافة الحقيقية الاحتراف، بس رجائي لهم أو رسالتي لهم، مو تروح أنت تجي من روسيا أو تجي من البرتغال أو تجي وتشوف الدوري العراقي وتقوم تقلد، لأن هذا الدوري العراقي وهذا المنتخب العراقي هو اللي يقدمك، اللي وصلك. هاي إمكانيات مختلفة، إمكانيات هي إمكانيات مختلفة. بروسيا ولا بالبرتغال سنوات يلا وصلوا لهذه المرحلة من التنظيم، من خلينا نقول المنشآت، فعليك إنه أنت تنقل خبرتك اللي شفتها هناك، خلي يستفيدوا منها زملائك اللاعبين، حتى المدرب اللي تفيده فيده. لا تتعالى ولا تتكبر على المكان الذي قدمك إلى العالم. حلو.